دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عودا معكم أعزائي الطلاب مع درس جديد، هو درس المصدر الميمي لمادة اللغة العربية المشترك للفرعين الأدبي والعلمي. معكم ومحدثكم ومحبكم الأستاذ مصطفى شاويش. نبدأ معكم بداية بتعريف المصدر الميمي. المصدر الميمي هو مصدر يبدأ بميم زائدة، يبدأ بميم زائدة، يعني ليست من أصل الكلمة. لما نقول ميم زائدة يعني نستطيع حذفها من الكلمة، خلاف الميم الأصلية. مثلا منح، منح هذه ميم أصلية لأنك لا تستطيع أن تحذفها من الكلمة. إذن مصدر يبدأ بميم زائدة ويدل على ما يدل عليه المصدر الصريح. بمعنى هذا يدل على ما يدل عليه المصدر الصريح أنه يدل على الحدث، لأن المصدر الصريح هو مصدر يدل على الحدث خال من الزمن. طبعا المصدر الميمي كما سنأتي بعد قليل يجب أن لا يدل على زمان ولا مكان. تمام. الآن ما يهمنا في موضوع المصدر الميمي هو صياغته. صياغة المصدر الميمي يصاغ من الثلاثي وغير الثلاثي. أما الثلاثي فله وزنان. الوزن الأول مفعل من الفعل الثلاثي. إذا كان الفعل مكون من ثلاث أحرف، طبعا عندما نقول ثلاثي يعني ثلاثة أحرف، يصاغ على وزن مفعل. مهم جدا أن نركز على الميم. هذه الميم لازم تكون مفتوحة، لأنه كما بعد قليل في غير الثلاثي ستكون الميم مضمومة. إذن مفعل، والعين اللي هو الحرف قبل الأخير سيكون مفتوح. نأخذ أمثلة على ذلك. مثلا كلمة مطلب، لاحظ الميم مفتوحة والحرف قبل الأخير مفتوح. مسعى، منفعة، مأخذ، مسرة، مكسب. طيب، وله وزن آخر أيضا يصاغ مفعل. هنا مفعل، لاحظ هذه فتحة وهنا كسرة، مفعل. وأيضا ننتبه إلى الميم. إذا من الفعل الثلاثي يجب أن تكون الميم مفتوحة. نأخذ على أمثلة على ذلك، موقف وموعد. تمام. الآن من غير الثلاثي يصاغ ميم مضمومة، يكون ميم مضمومة والحرف قبل الأخير مفتوح. مرة أخرى، من الفعل غير الثلاثي بيكون ميم مضمومة والحرف قبل الأخير مفتوح، مثل اسم المفعول. طبعا نفرق بينهما بالمعنى. تمام. الآن سنأتي على ملاحظة مهمة. طبعا عندنا شرط أن تدل، طبعا إذا كنت تذكر اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول، اسم الزمان واسم المكان نفس صياغة المصدر الميمي من الثلاثي وغير الثلاثي، واسم المفعول يشترك مع المصدر الميمي في غير الثلاثي. طيب كيف نفرق بينهما؟ أول شيء، المصدر الميمي يجب أن لا يدل على زمان ولا مكان، هذا شرط كثير مهم. تمام. وكيف نفرق بين اسم المفعول والمصدر الميمي من غير الثلاثي؟ اسم المفعول وقع عليه الفعل، والمصدر الميمي يدل على الحدث ولم يقع عليه الفعل. سنأخذ أمثلة بعد قليل. طيب الآن نبدأ بالأمثلة. قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا نشير هنا إلى ملاحظة، أن من علامات المصدر الميمي أنك تستطيع حذفه وتضع مكانه مصدر صريح. طبعا تذكر المصدر الصريح هو قام بعملية ال، يعني إن صلاتي ونسكي وحياتي وموتي، عملية الحياة وعملية الموت. إذا يبقى المعنى كما هو. إذا وضعت المصدر الصريح مكان المصدر الميمي يبقى المعنى كما هو. هذه من علامات المصدر الميمي، أو الأشياء التي تجعلك تتأكد أن هذه الكلمة هي مصدر ميمي. طيب لاحظ، محيا عوزن مفعل، وممات عوزن مفعل. نأخذ مثال آخر: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. متاب مفعل، فإنه يتوب إلى الله توبة. تستطيع أن تضع مكانه مصدر صريح. إن للمتقين مفازة، مفعل. إن صداقتك مكسب لنا، مكسب مفعل. لا تدل على زمان ولا مكان.
وفى الأب بموعده لابنه، يعني بوعده. هنا الموعد لا يقصد الزمان، وإنما يقصد الوعد، الحدث فقط. تمام. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. موثقا من الله لا تدل على زمان ولا مكان. طيب، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. لاحظ هذه من غير الثلاثي، ميم مضمومة فتح ما قبل الآخر. قلنا من غير الثلاثي، ميم مضمومة، كلمة تبدأ بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. ربي أدخلني مدخل صدق لا تدل على مكان، وإنما المعنى ربي أدخلني دخول صدق وأخرجني خروج صدق. تمام. المثال الأخير أيضا لغير الثلاثي، انعطفت السيارة منعطفا شديدا. لاحظ، منعطفا شديدا، منعطفا شديدا هنا تدل على الحدث ولا تدل على المكان. تمام. إذا هذا هو المصدر الميمي. درس يعني سهل وسلس، يعني ما فيه أي تعقيد، ولكن يبقى الآن أن نتدرب على نمط أسئلة الوزارة. ننتقل إلى نمط أسئلة الوزارة. السؤال الأول الذي يأتينا: اقرأ النص الآتي ثم استخرج منه مصدرا ميميا. مصدرا ميميا، طبعا هنا في ألف. طبعا هذا النص أمامنا: لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لموقفه من معجزة الإسراء والمعراج، حينما قال له المشركون: هل لك إلى صاحبك؟ يعني معنى تكلم مع صاحبك اللي هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يزعم أي سيدنا محمد أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. طبعا غدوة وروحة، إذا كنتم تذكرون في الفصل الأول، اسم مرة غدا غدوة، وراحة روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. تمام. الآن السؤال يطلب استخرج من النص مصدرا ميميا. نبدأ بكلمة تبدأ بميم، وأنا يعني أرجح أن يكون في أسئلة الوزارة أن تكون ميم مفتوحة. نرجع قليلا، حتى عادة في أسئلة الوزارة يكون الوزن من هذا، يعني خلينا نحكي نسبة 95 ل 99% لما يطلب مصدر ميمي بيكون بده من الثلاثي ميم فتحة، غير الثلاثي ميم ضمة. طبعا أنت ابحث بميم فتحة، إذا ما وجدت ويعني وبحثت جيدا وما وجدت، ابحث على غير ثلاثي، ولكن على الأغلب يكون هذا الموجود اللي هو من الثلاثي. إذا نبدأ نبحث عن كلمة تبدأ بميم مفتوحة ولا تدل على زمان أو مكان. لاحظ كلمة موقف، موقف مفعل ولا تدل على زمان ولا مكان. لاحظ لقب أبو بكر الصديق، وضع مكانها مصدر صريح بالصديق لوقوفه من معجزة الإسراء والمعراج حينما قال. وفي عندنا أيضا واحدة أخرى اللي هي المقدس، ولكن هذه من غير الثلاثي، إلى بيت المقدس، آسف مش المقدس، إلى بيت المقدس، مقدس ليست المقدس، مقدس. يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، لأنه المقدس هذه اسم مفعول. تمام. الآن ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة. الجملة التي اشتملت على مصدر ميمي فيما يأتي هي: أجرى العالم تجربة في المعمل، الحصن ملجأ الجيش، الربيع منبت الأزهار، خرجنا من الحوار مخرجا إيجابيا. لاحظ الكلمات التي تحتها خط تبدأ بميم فتحة وكلها على وزن مفعل أو مفعل: معمل مفعل، ملجأ مفعل، منبت مفعل، مخرج مفعل. تمام. الآن أي منها مصدر ميمي؟ لاحظ حكينا المصدر الميمي بشرط أن لا يدل على زمان ولا مكان. أجرى العالم تجربته في المعمل، المعمل هذه اسم مكان، يعني المكان الذي يعمل فيه، لاحظ هذه اسم مكان. الحصن ملجأ الجيش، لاحظ الحصن هو المكان، أيضا اسم مكان، هو المكان الذي يلجأ إليه الجيش. تمام. الربيع منبت الأزهار، لاحظ كلمة منبت هذه اسم زمان، لأن الربيع هو وقت أو زمان نبات الأزهار. تمام. خرجنا من الحوار مخرجا إيجابيا، لاحظ كلمة مخرج هل تدل على زمان أو مكان؟
لا تدل على زمان أو مكان، إذن هي الإجابة الصحيحة، لأنه المصدر الميمي يجب أن لا يدل على زمان أو مكان كما أشرنا سابقا. تمام. الآن أيضا جملة أخرى، الجملة التي اشتملت على مصدر ميمي فيما يأتي هي نفس الشيء، نأخذ أمثلة: السوق مسعى الناس لقضاء حوائجهم، الصباح مسعى الناس لأرزاقهم، وتسعى الحكومة نحو التقدم مسعى جادا، الصفا والمروة مسعى الحجاج. لاحظ الكلمات المخطوط تحتها كلمة مسعى، ولكن باختلاف السياق واختلاف الجملة تغيرت دلالتها وتغير معناها ومبناها الصرفي. لاحظ كلمة مسعى ومسعى 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 في كل جملة لها دلالة صرفية أو معنى صرفي. تمام. السوق مسعى الناس لقضاء حوائجهم، السوق هو المكان، لاحظ يجب أن نفهم الجملة جيدا، هو المكان الذي يسعى الناس إليه لقضاء حوائجهم، إذن هذه اسم مكان. الصباح مسعى الناس لأرزاقهم، الصباح هو الزمان، لاحظ زمان، الجملة تشير إلى زمان، إذن هذه اسم زمان. تسعى الحكومة نحو التقدم مسعى جادا، لاحظ كلمة مسعى هل تدل على زمان؟ لا تدل على زمان ولا تدل على مكان، إذن هذه الإجابة صحيحة، ولكن دعونا ننظر إلى الجملة الرابعة: الصفا والمروة مسعى الحجاج. الصفا والمروة هو المكان الذي يسعى فيه الحجاج، إذن هذه مكان، إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. تمام. الآن ننتقل إلى نمط آخر وسؤال ثالث. السؤال الثالث يقول: ضع مصدرا ميميا مكان المصدر الصريح فيما تحته خط. الآن قلنا بأن المصدر الميمي إما يكون عوز مفعل أو مفعل، أو يكون ميم مضمومة وفتح ما قبل آخر. أما المصدر الصريح فهو قام بعملية ال. تمام. الآن السؤال في الجملة بيكون عندنا مصدر صريح ويريد منا أن نضع مكانه مصدر ميمي، وقلنا على الأغلب يريد هذا الوزن اللي هي الميم فتحة. دعونا نقرأ الجمل: وفقك الله في نجاح سعيك، اقرأ القرآن ليكون لك منه عظة، في الصدق نجاة، أغني نفسك عن سؤال الناس. لاحظ الكلمات المخطوط تحتها، عملية السعي، عملية العظة، عملية النجاة، عملية السؤال. لاحظ هذه كلها مصادر صريحة يريد منا أن ننقلها إلى مصدر ميمي، أن نحولها إلى مصدر ميمي بإدخال ميم مفتوحة، لأنه قلنا بأنه على الأغلب هو يريد الميم المفتوحة اللي هو الثلاثي. تمام. وفقك الله في نجاح سعيك، أدخل ميم مفتوحة، ويجب أن تكون عوزن مفعل أو مفعل. لاحظ تصبح مسعاك، مسعاك، مسعى عوزن مفعل، ما ميم سين عين ألف سعى فعل، أدخل ميم مفتوحة تصبح عوزن مفعل. اقرأ القرآن ليكون لك منه عظة تصبح موعظة، ونجاة تصبح منجاة، واغني نفسك عن سؤال الناس، عن مسألة الناس. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، درس المصدر الميمي. كان معكم أخوكم ومحبكم الأستاذ مصطفى شويش، إلى أن نلقاكم في موعد آخر، لكم منا التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.